أهلا بكم. كلمات يتداولها العراقيون كل عام: هز لندن ضاري وبتشاها. نحن نمر اليوم أو هذه الأيام في الذكرى 104 لثورة 20 التي سطرت ملاحم تاريخية لمقاومة المحتل البريطاني آنذاك وأعوانه على يد العراقيين. ثورة 20 التي وحدت كل العراقيين بكافة أطيافهم بحسب مجلس عشائر الجنوب. خلال هذه المرحلة يتعرض رموز ثورة 20 لمحاولات استهداف بالتشويه والطعن من قبل أحزاب السلطة الطائفية في العراق، والتي أرجع أسبابها متخصصون في علم الاجتماع ومحللون سياسيون لأن ثورة 20 لها دور في بناء الهوية الوطنية وتأسيس الدولة العراقية. نضع تحت الضوء في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أهمية ثورة 20، ونستذكر ثورة 20 وكذلك أسباب استهداف هذه الثورة من قبل أحزاب السلطة الطائفية في العراق. سيكون معي في هذه الحلقة الأستاذ جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي، ضيفي في الاستوديو. مرحبا بك دكتور جاسم. وأرحب بالأستاذ يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ يحيى مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم المشاهدين الرافدين. أهلا بكم. وأرحب بالدكتور هلال الدليمي، الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور هلال مرحبا بك. عليكم السلام، أهلا وسهلا، مرحبا بك وبضيفيك الكريم ومشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم ضيوف الكرام. مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. هز لندن ضاري وبتشاها. يستذكر العراقيون هذه الأهزوجة في الذكرى 104 لثورة 20 التي قادها الشيخ الضاري ضد الاحتلال البريطاني لتصبح أيقونة في الدفاع عن البلاد ورفض المحتلين ومحطة أساسية في تكوين الوعي الوطني لاستقلال العراق ودافعا للعراقيين في إعادة الكرة لتغيير واقعهم اليوم بثورة جديدة لتحرير العراق واستقلاله من الاحتلالين الأمريكي والإيراني. هيئة علماء المسلمين وجهت رسالة مفتوحة للشعب العراقي بمناسبة الذكرى 104 لثورة 20، مؤكدة أن هذه الذكرى تمر والعراق يعيش ظروفا استثنائية متردية بعد أن تركت مآسي الاحتلال وما تبعه من طغيان وظلم في نفوس العراقيين غصة وتحسرا على بطولات سطرها الأجداد في ثورة 20 المجيدة. فيما أكد مجلس عشائر الجنوب في العراق أن إرادة العراقيين توحدت في ثورة 20 بمختلف أطيافهم ومكوناتهم من أجل سيادة العراق وحريته وبناء دولته المستقلة الحديثة. مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام عقد ندوة بمناسبة ذكرى ثورة 20 لتسليط الضوء على مسار الثورة وأبعادها الاجتماعية والسياسية وأثرها على تاريخ العراق بمشاركة عدد من الباحثين. تمثل ثورة 20 رمزا مشرقا في تاريخ العراق الحديث لأنها قامت على أساس الوحدة الوطنية للعراق من خلال التفاعل الذي وقع بين بغداد والفرات الأوسط والأنبار وبقية أنحاء البلاد في شمالها وجنوبها للوقوف بوجه الاحتلال والانتداب البريطاني، فلم يكن للمذهبية والطائفية والعنصرية مكان فيها. مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري سلط الضوء على مشاركة الضباط العراقيين في الثورة ودورهم المهم فيها. الضباط العراقيين الذين كانوا يخدمون في الجيش العثماني ثم في جيش الحكومة العربية في دمشق في عهد الأمير فيصل، مشاركة هؤلاء في ثورة 20 وتوزعهم على جبهاتها المختلفة ومساعدتهم لثوارها بما يملكون من خبرة وممارسات. وهكذا تبقى ثورة 20 نابضة حيوية في ضمائر العراقيين وملهمة لكل ثائر يريد تحرير بلاده
من نير وظلم الاحتلال في كل زمان ومكان. أبدأ معك دكتور جاسم، كيف نستذكر ثورة العشرين؟ نعم، شكرا لكم، تحية لك أخي سمير ولضيفيك الكريمين وللمتابعين الكرام. الحديث عن الثورات في الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون إلا وتذكر ثورة العشرين، على اعتبار أنها كانت ثورة شعبية عراقية صافية ضد واحدة من كبريات القوة في العالم في حينها. نحن نتحدث عن الإمبراطورية العظمى، يعني لا نتحدث عن دولة يعني عادية كانت تحتل العراق، نحن نتحدث عن بريطانيا التي يقال كانت تشرق عليها الشمس يعني مرتين. وعليه أتصور أنه هذا الفعل هو لم يكن فعلا عاديا وثورة يمكن أن تكون ثورة عادية نمر عليها مرور الكرام، وإنما يفترض أن نتوقف عندها توقفا طويلا على أقل لاستلهام وأخذ الدروس والعبر من هذه الثورة. معلوم أن الثورة هي فعل شعبي ضد الظلم، وهذا الفعل الشعبي ضد الظلم يعني يأتي بموجب تراكمات لحالة الظلم، وبالذات حينما يكون هذا الظلم من المقربين. وبالتالي أتصور أنه الثورة ضد الأجنبي وضد الظالم أينما يكون الظالم هي حتمية، ذلك لأن الإنسان بطبعه الإنسان حر، يفترض أن يعشق الحرية، يعشق العدل، يعشق الأمن، يعشق التعايش السلمي. أما حينما يدجن الناس فهذه حالة شاذة. الحالة الطبيعية أن الإنسان لا يقبل بالظلم، لا يقبل بالتعسف، لا يقبل بالتعدي على الآخرين. هذه الحالة حينما تكون، فاعلم أن المشكلة حينها تكون في الشعوب وإن كانت مغلوبة على أمرها. يفترض في هذه الحالة بالشعوب على الأقل أن يكون لها دور ولو هامشي كبداية من أجل التغيير. وعليه أنا أتصور أن ثورة عشرين ستبقى واحدة من الثورات التي ألهمت العراقيين والعالم والأحرار في العالم الكثير من الدروس، منها أن العراقيين حينها لم ينظروا لحجم القوة التي يقاومونها على اعتبار أنها قوة عظمى، هذا أولا. ثانيا أن العراقيين حينها تكاتفوا تكاتفا عشائريا، في حين حاولت بريطانيا بكل ما تملك من أدوات ترهيب وترغيب أن تشتت المجتمع العراقي حينها عبر الهبات والعطايا وعبر الصوت والتخويف. أيضا أثبتت أن قضية الاختلافات الدينية المذهبية كانت هامشية في مقابل مجريات، يعني في مرحلة انطلاق الثورة كان هنالك تكاتف سني شيعي مسيحي عربي كردي، هذه الاختلافات الفرعية لم تكن موجودة، كان هنالك هدفا واحدا وهو كيف يعني الخلاص من هذه القوة الكبرى المحتلة. حينما يقول الكثير من المؤرخين أن الثورة فشلت عسكريا لكنها نجحت سياسيا، تعلم جنابك أن بريطانيا في نهاية المطاف استطاعت عبر حالة الظلم وقتل أكثر من ما بين 6,000 إلى 10,000 شهيد، استطاعت أن تقمع ثورة عشرين. لكن بالمقابل ثورة عشرين كانت السبب في تغير العراق ودخول العراق إلى مرحلة الملكية. إذن هذا في المقاييس الحقيقية يعد انتصارا كبيرا ومهما للعراقيين، على الرغم من محاولة بريطانيا أن تقول أنها نجحت في قمع هذه الثورة. إذن أعتقد أن ثورة العشرين هي الأرضية التي بنت العراق الجديد. نعم دكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كيف نستذكر ثورة العشرين ونحن نعيش في هذا الزمان
الذي هو كما هو معلوم يتسيد فيه الإعلام، تتسيد فيه مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وتتسيد فيه كل وسائل الترويج للماكينة العسكرية والقوة العسكرية في العالم المسيطرة. يعني على سبيل المثال لو أخذنا الاتحاد السوفيتي الذي تفكك في مرحلة ما، ونتحدث عن مرحلة القطب الأوحد كما يسمى الولايات المتحدة الأمريكية، كيف نستذكر ثورة العشرين في ذلك الزمان عندما كان الناس ليس لديهم مواقع التواصل الاجتماعي؟ وبالمقارنة بهذا الوقت لو أن العراق محتل في هذا الزمان، هل ستكون هناك ثورة عشرين؟ أحييك وأحيي ضيفيك الكرام ومشاهدي قناة الرافدين. أخي العزيز، الوضع في العراق أعتقد أنه يتشابه إلى حد كبير الآن مع ظروف ثورة العشرين التي قامت ضد المحتل البريطاني. هناك نعم لم يكن هناك إعلام، ولم يكن سوشيال ميديا، ولم تكن قنوات فضائية، ولم يكن هناك حتى راديو في ذاك الوقت، ولكن كانت جموع العراقيين متواصلة ومتآخية، والكل هو ابن بلاد الرافدين، لا ينظرون إلى مذاهبهم ولا إلى قومياتهم. وكانت ثورة العشرين نتاج تظاهرات استمرت منذ عام 1914 وصولا إلى ثورة العشرين في كل مدن العراق، في شماله ووسطه وجنوبه وغربه وشرقه. لذلك كان هناك التواصل بين الثوار الذين يتواصلون فيما بينهم بالسفر والذهاب، يذهب هناك رجال من شيوخ عشائر الجنوب ويأتون إلى أبو غريب، ويذهبون إلى مناطق غرب الأنبار وغرب العراق، ويذهبون إلى الموصل، ويذهبون إلى السليمانية وإلى أربيل. كان هناك تواصل، وكان الكل يحدوهم الأمل بأنهم يرفضون أن يكونوا مستعبدين من أي قوة مهما جاءت بقوة عسكرية وتكنولوجية، ومهما كانت الوعود الكاذبة مثل ما وعدوا الأمريكان العراقيين وأحزاب الجواسيس التي تتحكم الآن بالعراق، عندما قالوا لهم ستكون الكهرباء كذا، وسنوزع لكم البطاقة التموينية بستين مادة، وسننشر لكم التعليم، وإذا بهم مجموعة من عصابات ومافيات ولصوص الاحتلال الأمريكي وحلفائه الأنذال الذين سرقوا كل شيء ودمروا كل شيء، وجعلوا العراقيين الآن الآلاف من العوائل تبحث في مكبات القمامة ما يشبع أطفالهم. أصبحت المستشفيات التي كانت مجانية أصبحت بآلاف، بل قسم منهم لا يستطيع الذهاب نهائيا من العراقيين إلى المستشفى وهو ينظر إلى طفله أو إلى والده أو مريضه وهو يتلوى ولا يستطيع أن يذهب به إلى المستشفى. كما أصبحت عملية التربية والتعليم عملية شاقة على كثير من العوائل العراقية، الذي لا يستطيع أن يدفع متطلبات الدراسة لابنه حتى في الابتدائية وفي الروضة التي أصبحت كلها برسوم بالملايين. الظروف الآن هي مشابهة، ولكن الأحرار هم بقوا على هذه الوتيرة، لأن ثورة العشرين أصبحت هي الشعلة المضيئة لأحرار العراق ولأحرار العالم جميعا. عندما وقفت هذه الثلة الخيرة في ذاك الوقت أمام القوة البريطانية الكبرى الغازية المدججة بالدبابات والأسلحة، في وقت كان العراقيون يقومون أو يواجهونهم بالعصي وبقضايا بدائية، الفال والمقوار، كانت هناك قيم عروبية وقيم إسلامية حقيقية. نعم. لم تتأثر بمواقع التواصل ولم تتأثر بالغزو الفكري الغربي الذي اجتاح العراق. نعم. اسمح لي فقط دكتور، سوف أعود إليك مرة أخرى. أرحب بالدكتور هلال الدليمي، الكاتب والباحث السياسي. دكتور هلال، يعني كيف نستذكر ثورة العشرين
التي كانت بحسب ما يصف يعني خبراء في علم الاجتماع ومراقبون سياسيون ومختصون بالشأن العراقي أنها كانت اللبنة الأساسية لبناء الهوية الوطنية العراقية الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك الكريمين ولمتابعي قناة الرافدين. ثورة العشرين لخصها الشيخ شعلان رحمه الله عندما طلب من مساعده في يوم اعتقاله من قبل البريطانيين أني بحاجة إلى 10 ليرات ذهب عثمانية، فتناخت الليرات من كل العراق. هذه الثورة التي أسست وطالبت رسميا بأن يكون العراق بحدوده الجغرافية التي متعارف عليها الآن. ثورة العشرين ثورة عراقية بامتياز، كان الناس في ذلك الوقت حقيقة كما أشار ضيفيك الكريمين يعانون من ليس لديهم القوة العسكرية بالمعنى العسكري، تواجه أقوى قوة بالعالم في ذلك الوقت وهي بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس كما يقولون، وأتت إلى العراق وأخلفت مواعيدها كعادة المحتل. فعندما أخلفت مواعيدها مع العراق ووعودها من الدول العربية هناك ثار أهل العراق، وبدأت شرارة الثورة في 25 حزيران من عام 1920، ومن ثم توسعت هذه الثورة تبعت ثورة الشامية ومن ثم الثورات في بغداد. وبداية الثورة هي من جامع الحيدر خان في بغداد عندما قامت هناك مظاهرات في بغداد. القضية الثورة كانت عراقية بعيدة عن كل المسميات الأخرى التي لم تكن حقيقة بارزة في ذلك الوقت، بالرغم من أن المستعمر استخدم نفس الأسلوب في ذلك الوقت بسياسة الفرق تسود وبسياسة الدعم المالي لأتباعه هنا وهناك، ولكن كان هناك الإحساس الوطني والشعور الوطني هو الذي يحرك الناس، وكانت العشائرية في ذلك الوقت عنصر قوة للبلد وليس العكس، لأنهم كانت الإحساس الوطني والإحساس أنه تبعية العراق إلى دولة مثل بريطانيا وانسلاخ عن العالم الإسلامي والعالم العربي كان يحز في النفوس، وهذا هو المحرك الأساسي. لأنه حتى الأسباب الثورة لو رجعنا إليها هي حقيقة نقض العهود البريطانية، لأن البريطانية أخلفت مواعيدها مع العرب وأرادت أن تلحق العراق ببريطانيا، وكان يسمى في ذلك تهنيد العراق وهذا ما رفضه الشعب العراقي. والمجريات الثورة وأحداث الثورة ومن التحق بالثورة على فترات، فترة الثورة كانت لها الأثر الكبير في تشكيل الدولة العراقية بإطارها الحالي، وهي كانت الأسس أو شكلت الأساس للدولة العراقية. نعم. وأرغمت البريطانيين سياسيا على القبول بالدولة العراقية كما هي بعكس ما كانت تخطط له بريطانيا في ذلك الوقت، رغم الانتصار العسكري الذي حقيقة لا يحسب لبريطانيا عندما يقارن بالفالة والمضوار الطاوب أحسن الله مضواري. وكلنا نتذكر بالتاريخ ونقرأ ماذا فعل أبطال العراق في كل مكان، لم تكن هناك الصيغة التي نعيشها في الوقت الحاضر، كانت هناك النفس الذي يدعم الثوار في كل مكان. ولهذا السبب كانت في جنوب العراق، كانت في شمال العراق، كانت في سنجار، كانت في عانة، كانت في سليمانية، وكانت في الموصل، والأسماء الذين شاركوا بالثورة وقادة الثورة والذين قسم منهم لم توافق بريطانيا عن الإعفاءهم بعد المعادلة العراقية البريطانية الخمسة التي ذكرهم الأستاذ عبد الرزاق الحسني في تاريخ الوزارات العراقية الذي نفتهم بريطانيا، ومن ضمنهم الشيخ شعلة رحمه الله اللي حكمت عليه بالإعدام ونفت البقية إلى خارج العراق، وهذا الكلام معروف. إذن هي ثورة عراقية بامتياز لبست الثوب العراقي وحددت الأطر السياسية وحتى الجغرافية للعراق. نعم. بذلك الوقت. طيب ابقى معي دكتور هلال، سوف أعود إليك مرة أخرى. دكتور جاسم، هناك محاولات لتشويه رموز ثورة العشرين، أحزاب السلطة منهم من ينبري فيقول بأن هذه الثورة ثورة شيعية ويسقط ويطعن برموز ثورة العشرين الذين هم من أبناء السنة من أبناء العراق،
دائما ما يعني يصف الكثير من الشرفاء في العراق ثورة العشرين بأنها ثورة عراقية خالصة، ولكن بعد 83 سنة من ثورة العشرين عاد البريطانيون واحتلوا العراق برفقة الولايات المتحدة الأمريكية، وأخذوا يتهمون أي ثائر ضد الاحتلال الأمريكي والبريطاني بأنه إرهابي، ويصبغون أي ثورة صبغة طائفية، هذه ثورة سنية، هذه ثورة شيعية. من وجهة نظرك يعني من المنتصر هنا؟ يعني حينما نقرأ التاريخ نجد أن هنالك ثوار اليوم هم رموز وقادة للعراقيين ولعرب ولمسلمين وربما لعالم، وهؤلاء ثاروا ضد الحالة القائمة التي هي في حينها حالة ظلم، سواء كان ظلم شرعي، يعني أقصد بالشرعي هنا من حاكم اللي مسلط على رقاب المسلمين، أو حكم سياسي من غير يعني من غير المسلمين، وبالتالي كان هنالك ثورة. هل ينظر لهؤلاء الثوار على أنهم يعني في خانة إرهابيين؟ هذا كلام خطير. نحن نتحدث عن رجال الثورة، لا يصنعها الجبناء، الثورة يصنعها الرجال، وبالتالي أي فعل ثوري يهدف إلى تقويم الحالة المعوجة أو الحالة السلبية وبناء حالة إيجابية عادلة هو فعل ثوري لا يقوم به إلا الرجال. أما حينما يأتي أشباه الرجال ويحاولون عبر كتابات سقيمة التقليل من شأن الرجال، أنا أعتقد أن هنالك مثل يقال أنه لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا تكملة البيت معروفة، وبالتالي يفترض عدم الالتفات لهذه الأصوات الشاذة، لأنهم أشباه رجال. حينما نقرأ رجال ثورة العشرين نجد أن هؤلاء يمثلون نخبة ليست هامشية في التاريخ العراقي حينها. مثلا على سبيل المثال عبد واحد الحاج سكر آل فرعون، شخصية عملاقة في زمنها، وكان قائد عشائري ومجتمعي كبير. شعلان أبو تشون يضرب به المثل في الكرم والشجاعة، وضاري محمود أيضا رجل معروف في تاريخ النضالي، أيضا محمود الحفيد الكردي، هذا نحن نتحدث عن قادة أكراد شيعة وقادة سنة وقادة عرب وقادة أكراد، أيضا حبيب الخيزران الشيخ حبيب الخيزران، أيضا المهدي خالصي صاحب مدرسة خالصية في الكاظمية، نحن نتحدث وغيرهم الكثير من القادة الذين وقفوا مع ثورة عشرين. وبعد أكثر من 100 عام تأتي أصوات شاذة تقول أن هذه الثورة هي ثورة للطرف الفلاني، لأن في المسألة الكبرى حاول تسليط الضوء على جانب من هذا الكلام، يعني هذا شيء وهذا شيء. نحن نتحدث عن حالة تاريخية اليوم قائمة، لا يمكن أن نمحو التاريخ عبر فيلم ربما حاول تسليط الضوء على جانب من القضية، لكن بالمقابل هنالك جوانب موجودة بالتاريخ، تاريخ موجود لا يمكن أن ينكر. نعم. فقضية كون أنه الثورة سنية هذا كلام خطير، الثورة شيعية هذا كلام خطير، الثورة عربية كلام خطير. لذلك أنا سألتك من الذي انتصر إذن في هذا الزمان؟ في هذا الزمان الذي انتصر هم ثوار ثورة العشرين حينها. شهداء ثورة العشرين هم الذين انتصروا. أنا ذكرت قبل مع وجود الأبواق الآن التي تتحدث عن هذه الثورة، ذكرت قبل يومين في ندوة تتعلق بثورة العشرين أنه قادة ثورة العشرين ربما يعني يقرب من 20 شخصية ومعلومة، لكن نحن نتحدث عن ما بين 6,000 إلى 10,000 شهيد لا نذكرهم، بالتالي هؤلاء أيضا هم قادة ثورة العشرين.
كل من ضحى بدمه هو من قادة ثورة 20. هذه المحاولات لزرع التخندق الطائفي والمذهبي ما بين العراقيين هي محاولات خبيثة يراد منها تخويف الناس من الثورة. أي ثورة؟ الثورة المتوقعة، ربما في أي لحظة تكون هنالك ثورة ضد الظلم في أي مكان بالعالم. لا يمكن للظلم أن يستمر وأن يدوم. حينما يستمر الظلم فهذا يعني أن الشعب الذي يقع عليه الظلم وهو لا يتحرك هو شعب ميت. طيب دكتور ابقى معي لو سمحت. دكتور يحيى السنبل، كما هو معلوم، يعني معلوم من الذي قاوم المحتل الأمريكي، التاريخ يشهد والعراقيون يشهدون. الآن أصبح البعض من أحزاب السلطة ينسب المقاومة إليه ويجتزئ فيديوهات موجودة على اليوتيوب ويأخذها ويحورها ويقول هذا ما فعلنا بالاحتلال الأمريكي، في حين أن التاريخ والاحتلال الأمريكي وهم يعلمون وحتى يعني المرجعيات تعلم بأن المقاومة هي يعني انبثقت وتفجرت في المناطق التي يسمونها مناطق الإرهابيين من وجهة النظر الأمريكية. يعني المجاهد، المقاتل، المناضل، المقاوم يسمى إرهابي، وعمم هذا الأمر في جميع يعني أبجديات حكومات ما بعد الاحتلال. الآن ونحن نمر خلال هذه المرحلة يتم استهداف رموز ثورة 20 علنا بواسطة الشعراء، بواسطة المطربين، بواسطة يعني ما يسمونهم الغجر، الله أعلم. كيف تنظر إلى هذه المحاولات؟ أخي الكريم، هؤلاء المتحدثين الآن أو المتنطعين هم مجموعة من الذيول والتبعية، والعراق أمام مشروع كبير يستهدفه في هويته وفي عقيدته وعقيدة شعبه وفي الهوية الوطنية بشكل خاص. لذلك هؤلاء أحزاب الجواسيس الذي جاءت مع الاحتلال الأمريكي هي تبنت الخطاب الطائفي، وما أنتجه المحتل الأمريكي هو حكومات تمييز طائفي واضح. أما سرقة المقاومة أو سرقة أعمال المقاومة، هذه لا يمكن أن يكون لهم مطلقا، لأن المحتل الأمريكي هو كان يصدر أيضا بيانات يقول بأنه تعرض في غرب بغداد إلى مئات الضربات، وتعرض في الأنبار إلى مئات الضربات، وتعرض في فكان يسميها المحافظات الساخنة. وحاول هؤلاء مع النظام الإقليمي أو مع الحلفاء الإقليميين في المنطقة على إلباس الثوار ثوب الإرهاب من أجل تدمير هذه المقاومة. وكانت هذه الأحزاب وكانت هذه الفصائل الآن التي تتنطع باسم المقاومة كانت هي جزء من أدوات الاحتلال في تدمير المقاومة العراقية والضغط عليها، وهذا لا ينكر أبدا، هذا معلوم. ومن يتحدث منهم عن المقاومة وأنه قاوم الاحتلال الأمريكي كن على ثقة بأن حتى زوجته تبصق عليه وتستهزئ به، لأنها تعلم أنه ذيل وجبان وطائفي ولم يطلق إطلاقة واحدة ضد المحتل الأمريكي. لذلك ومع ذلك فإن المقاومة في هذه المناطق الساخنة هي مقاومة عراقية، لم تدعي أبدا إنها مقاومة مناطقية ومقاومة لمذهب معين ولا لدين معين، وإنما كانت مقاومة عراقية حقيقية تريد إعادة الهوية الوطنية للعراق وتريد بناء العراق، وهي تتصدى لهذا الاحتلال كما هي الثورة 20. الشيخ ضاري المحمود رحمه الله الوحيد الذي صدر بحقه حكم الإعدام وتدمرت منطقته وقدمت عشيرته كثير من الشهداء، ولكن لم يقل إنها ثورة سنية ولم يقل إنها ثورة لعشيرته أو لمنطقته فقط، لكنها كانت ثورة عراقية
ويفتخر بها العراقيون جميعا. لذلك نحن من حقنا أن نفتخر بالشيخ ظاهر المحمود، ونفتخر بالشيخ شعلان أبو الجون، ونفتخر بمحمود الحفيد. ولم يكن هناك هذا من الكرد، وهذا من العرب، وهذا من الجنوب، وهذا من الشمال. لا يوجد هذا الكلام. هذا ما يقدمه الآن هؤلاء الذيول الجواسيس الذين يعملون من أجل مشروع جديد يرتبط ارتباطا كاملا مع إيران. إيران الآن تريد أن تتبنى وتسرق حتى جهود المقاومة الفلسطينية أو المقاومة الوطنية في فلسطين وفي هذه المنطقة، باتفاق أمريكي واضح وباتفاق غربي، من أجل نزع ثوب المقاومة، من أجل نزع ثوب المقاومة الحقيقية عن أهلها الحقيقيين. لذلك تلاحظ الآن ما تتبناه إيران من شعارات ومواقف، وهي لم يقتل إيراني واحد في فلسطين، لا على أرض غزة ولا في القدس ولا في أي مكان آخر، وإنما شعارات سياسية تسعى من خلالها لاستلام ملف هذه القضية للمفاوضة مع الدول الكبرى واستلامها. وقد صرح بذلك قبل أيام وزير الخارجية الإيراني عندما قال نحن نختلف مع أمريكا على حصتنا في المنطقة، وهذا بالطبع يعاب على النظام الرسمي العربي الذي تخلى عن قضاياه وجعل إيران وغير إيران تتبنى القضايا العربية، وأصبحوا يعيشون على هامش الحياة، فلا يحسب لهم حساب ولا يقام لهم وزن. فإلى متى يعود النظام الرسمي العربي إلى عقله ليقول بأنني في هذه المنطقة لا يمكن أن يتسيد عليها مرشد ثورة الظلام في طهران، ولا دولة أخرى يمكن أن تأتي بقواتها إلى المنطقة؟ هذا المشروع الكبير هو الذي الآن يتبناه هؤلاء الطائفيين لحرب حقيقة ما جرى في العراق، سواء في ثورة العشرين وما جرى ضد الاحتلال الأمريكي. أما الإرهاب الأمريكي هو واضح، هو من أدخل منظمات الإرهاب والإجرام من أجل أن يرتكبوا الجرائم ضد الأبرياء ليبرر أعماله بحملات الإبادة على مدن الفلوجة والرمادي والموصل وسامراء وتكريت وغيرها من هذه المحافظات التي وقفت بوجه الاحتلال الأمريكي، ومن أجل أن يبقى العراق عزيزا بكل أطيافه وبكل فئاته بكل أديانه. لا يوجد هناك عراقي يقاتل من أجل أن يسلم بيته فقط، وإنما قاتل المحتل الأمريكي من أجل أن يسلم العراق ومن أجل أن يعود العراق سيدا. نعم، نحن لا الشرفاء، يعني العراقيون العراقيون وخاصة لو تحدثنا بلغة حكومات ما بعد الاحتلال بتصنيفها للعراقيين، لا تجد عراقي من أهل السنة يتحدث يعني سوى باسم العراق، يتحدث بأننا نحن عراقيون ونحن نحقق الاستقلال ويجب أن نحقق الازدهار لهذا البلد، ولكن على الطرف الآخر لا يتحدث بلغة العراق الجامعة، يتحدث باسم الطائفة. والدليل حتى كبارهم يعني من المسؤولين، المالكي كان يقول أنا شيعي قبل أن أكون عراقي. هذه يعني هذه الشخصيات عندما جاءت للعراق تركت بصمة، بحسب ما يصف الكثير، بصمة سيئة على الواقع العراقي وعلى حتى السلوكيات. يعني كل سلوك السياسيين يلقي بظلاله على سلوك الشعب، هذا ما يراه يعني خبراء في مجال علم النفس الاجتماعي وإلى آخره. سنتحدث في هذا الموضوع لاحقا، ولكن بعد فاصل قصير نشاهد مشاهدينا الكرام هذا التقرير. We'll be right back.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة التي نستذكر فيها ثورة العشرين. بالعودة إليك دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، يعني عندما نتحدث عن ثورة العشرين يجرنا الحديث إلى ثورات بعد عشرات السنين، آخرها ربما يعني ثورة تشرين، هي أيضا ثورة ضد الظلم، ثورة ضد استنزاف أموال العراقيين، ثورة ضد النفوذ الإيراني. ولكن كيف يمكن لنا أن يعني نجعل مقارنة ما بين ثورة العشرين التي كانت ضد المحتل البريطاني وأعوانه وثورة تشرين التي هي صورة مصغرة لثورة العشرين؟ المحتل الأمريكي درس الشعب العراقي وتلاحمه في ثورة العشرين، ونعتقد أن القادة العسكريين والسياسيين والاستخباريين قوات المخابرات الأمريكية درست نفسية المواطن العراقي والشعب العراقي قبل الاحتلال بفترة طويلة، ولهذا السبب اعتمدت الأحزاب التابعة الطائفية بكل مسمياتها وأتت بها إلى سدة الحكم، وكان هذا في مؤتمر لندن عام 2002 قبل الاحتلال بفترة عام وما تبعه من أحداث. ركز الجانب الأمريكي على السياسة التي يمكن أن تفتت الشعب العراقي وأتي بما يسمى معاول الهدم الاجتماعية التي قسمت المجتمع العراقي تقسيما عموديا وأفقيا على الأساس المذهبي وعلى الأساس القومي لكي يسود المحتل في العراق. وعندما قامت ثورات قامت المقاومة العراقية أيضا ألحقتها أمريكا وسميت بما بالمثلث السني ومثلث الموت وكل هذه المسميات وإلى آخره، ولكن أتباع النظام السياسي أو الأدوات التي أتت بها الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تملك رصيد وطني. يعني المحتل عندما يأتي بمجموعة أكيد لا يستبعد الوطني، لأن الوطني يتناقض تماما مع المبدأ المحتل لبلده، فبالتالي يأتي بهؤلاء الذين باعوا شرفهم للأجنبي. ثورة تشرين حقيقة هي علامة وتشابه كبير فيما حصل في مع ثورة العشرين، لأنها ثورة بدأت من ذات المكان الذي يقولون أن نحن هذه الثورة شيعية وهذه الحكومة شيعية ونحن جئنا من أجل المظلومية ورفع المظلومية. طيب أين المظلومية التي قتلتم بها أكثر من 1000 شهيد وجرحتم أكثر من 30,000 لصالح إيران؟ إذن الموضوع أنه هذه الأحزاب وهذه المسميات ليس لها رصيد وطني لكي تدافع عنه، وليس لها رصيد ديني حقيقي، وإنما هي أتت حقيقة أتى بها المحتل الأمريكي كأدوات ومعاول هدم في النسيج الاجتماعي العراقي وركز عليها كثيرا. ولهذا السبب نلاحظ أن العداء الإعلامي ما بين إيران وأمريكا الشيطان الأكبر عندما كان ينادي به خميني في 79 إلى أن دخل تماخي الاحتلال العراق وإذا بالشيطان الأكبر يسلم العراق للشيطان الأصغر في إيران وأدواته التي تعلن علنا انتمائها لإيران ومدافعتها لإيران، ويعملون عمليا في العراق على أن تكون مصالح إيران هي المقدمة على مصلحة المواطن العراقي. وهذا الموضوع لا يحتاج إلى إثبات، لأن شهداء ثورة تشرين هم الذين قالوا عن الذيول وعن إيران برا ما قالتها في منطقة سنية، يعني تحدث بلهجتهم، ولكن هذا واقع الحال. فبالتالي عندما حس الحاكم الأمريكي بأن هذه الثورة سوف تكون امتداد لانتماء عراقي أصيل، فتت الشعب العراقي وساندت القوات الحكومية في القضاء على ثورة تشرين كما ساندت القوات الحكومية على القضاء على الثوار الذين ثاروا في 2013 و2014 ضد الوجود الإيراني وضد الظلم في العراق، وألبسوه ثوب آخر لكي يبرر
العمل الإجرامي أو الانتقام التربيعي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في المناطق التي انبثقت منها المقاومة العراقية، وكانت أمريكا حقيقة أخزيت في كثير من المواقع في داخل العراق ودفعت بكل هؤلاء العملاء والخونة لكي ينتقموا لها وينتقمون لإيران بنفس الوقت. إذن هذا هو التشابه ما بين ثورة تشرين والتي حقيقة نزعت الغطاء الكاذب عن أنه المظلومية الشيعة جاءوا هذه الأحزاب لتنزع المظلومية عنهم، وهذا هي أكثر ظلما مما كان يتخيل هو. وحقيقة لأول مرة يكون في وضوح ضد المشروع الإيراني في الجنوب أكثر من المناطق الأخرى، لأن المناطق الأخرى هي متهمة بالإرهاب إذا قامت ضد المحتل الأمريكي وضد الحكومة الحالية لأنها إلى شيعة. ولكن عندما قامت ثورة تشرين نزعت كل هذه الأغطية المزيفة وبانت هذه الطغمة الفاسدة على حقيقتها بمقارنة الشعب العراقي أو مقاومة الشعب العراقي. نعم، شكرا دكتور هلال الدليمي. دكتور جاسم الشمري، يعني الآن لننظر إلى المحافظات الجنوبية وواقع المحافظات الجنوبية. الكهرباء لا توجد، ماء صالح للشرب لا يوجد، فساد، محسوبية، لا توجد فرص عمل. من وجهة نظرك، يعني بالنظر لما لاقاه ثوار تشرين المطالبين بالحقوق الإنسانية من مصير دموي، من وجهة نظرك هل يمكن لبلد الآن تغزو مجتمعه المخدرات الداخلة عن طريق إيران، وتغزوه نسب الفقر المرتفعة، وتغزوه نسب التلوث المرتفعة والسرطانات والأوبئة والأمراض، هل يمكن أن نشهد ثورة على غرار ثورة العشرين ضد هذا الواقع الذي يسمونه في العراق، يعني وخاصة في جنوب العراق، أنها مظلومية؟ هم الآن في مظلومية، ليس هناك أقسى من هذه المظلومية التي يعيشونها. يعني يقال قل لي بماذا تهتم أقول لك من أنت. حقيقة حينما نحاول تقزيم أو تسفيه حقيقة الواقع العراقي عبر التركيز على قضايا هي ليست من الحقوق وإنما هي من الواجبات الحكومية، ومنها الكهرباء والماء الصالح للشرب والطرقات الصالحة والعدالة والمساواة أمام القانون، هذه واجبات قبل أن تكون حقوق للمواطن، وظيفة حكومة. نعم، الإشكالية الكبرى اليوم التي نعاني منها وبالذات خلال مرحلة ما بعد تشرين، يعني أظن هنالك خطة لتغييب الوعي، وأي شعب يعاني من هشاشة الوعي هذا الشعب سيبقى من الشعوب المخدرة. مثلا على سبيل المثال، حينما تكتب في مواقع التواصل عن قضية جوهرية، ربما القنوات الفضائية التي تحاول عكس معاناة العراقيين تركز عليها بقوة، بينما تجد أن التفاعل معها تفاعل لا يذكر. مثلا الإعدامات، مثلا المخبر السري، قضايا خطيرة تجد التفاعل معها بالعشرات، بينما نجد واحدة من الفانشيستات تنشر صورة أو تعليق تجد عشرات آلاف الردود والتعليقات عليها. أليس من حق الشاب العراقي أو المواطن العراقي أن يكفر بالواقع العراقي ويهرب إلى خارج العراق؟ أنا دعنا في الداخل الآن، اليوم أصبح الخروج لخارج العراق مهلكة في بحر مرمرة وغيرها، هذه قضية خطيرة. وبالتالي حينما ننظر للواقع ننظر أن القدوات والتي ينظر إليها الكثير من الشباب هي قدوات ليست مثالية، هي قدوات خربة. فماذا تتصور من يعني شاب أو شابة
عنده قدوة، هذه القدوة هي مريضة، مريضة من حيث أنها لا تصلح أن تكون قدوة. هذا يعني أننا نتحدث عن خلل في حالة الوعي العام في المجتمع، وهذه مقصودة. الأمر الآخر هي المخدرات. حينما يتحدث وزير الداخلية أن 50% والعراق من الدول التي يمتاز بكثرة الشباب، ربما أكثر من 10 مليون شاب موجود في العراق، ما شاء الله، يقول وهذه ثروة وطنية يفترض أن تستغل. اليوم أوروبا لديها إشكالية في الشباب، فلهذا بعض الدول تفتح باب الهجرة مع دعم مالي. إيران قائمة بالواجب بهذه الحالة. فلدينا 5 مليون، أكثر من 5 مليون شاب هم في خانة مخدرات. يعني فلهذا صرنا نسمع هذه المشاكل، هذه الإشكاليات، حالات الطلاق التي وصلت أكثر. يعني أنا أحصيتها في مقال ما قبل الأخير، ما يقرب من 1.5 مليون حالة طلاق في العراق بعد 2003. هذا يعني أننا نتحدث عن 1.5 مليون امرأة مطلقة، لكل عائلة يفترض طفل واحد أو طفلين. هذا يعني أننا نتحدث عن 1.5 مليون أو 3 مليون طفل ربما تركوا الدراسة، ربما ضيعوا في الشوارع، ربما. إذن هنالك حالة سحق للمجتمع العراقي، هشاشة في العلاقات الإنسانية، ضعف في التكاتف، ضعف في التكافل. كل هذا الأمر يجعل أن القوى الشريرة قادرة على أن تنفذ مشاريعها دون أن تجد مصدات. هذه المصدات هي التي تغير الواقع. حينما تسحق المصدات في هذه الحالة لا يمكن أن تكون أمام حالة تغيير. إذن لنعمل معا، وربما أختم بهذه الكلمة، على إعادة حالة الوعي للمجتمع العراقي. الشعب العراقي من الشعوب الواعية، ولا يمكن أن ندخل العراقيين، وربما الكثير من العراقيين الواعين يرفضون هذه الحالة، حالة التخندقات المذهبية والطائفية والقومية. وبالتالي لنعمل معا، يعني النخب المثقفة، النخب الوطنية، الإعلامية، الصحفية، العشائرية، المجتمعية، كل إنسان من موقع يعمل على فضح هذه المؤامرة. أي مؤامرة؟ مؤامرة تغييب الوعي من العراقيين. حينها يمكن أن نعيد البناء مرة ثانية بحسب المتاح. ولكل حادث حديث. شكرا دكتور. أخيرا دكتور حسنبل، في دقيقة لو سمحت، هل يمكن بالفعل القضاء على حالة تغييب الوعي لدى الشعوب وخاصة في العراق نظرا للظروف التي شرحها الدكتور جاسم الشمري؟ حتما، أن الشباب العراقي واعي لحجم المؤامرة الكبيرة التي عليه، لذلك إيران والاحتلال الأمريكي وكل أعداء العراق الحاقدين يحاولون إغراق العراق بهذه المخدرات وبحالة الفساد المنتشر سواء الإداري وغير الإداري في أجهزة الدولة، في محاولة لتدمير العراق وتمزيقه. ولكن العراقيين لديهم هذا الوعي الكبير، ومن ضمن هذا الوعي هو ثورة تشرين التي وقفت موقف وطني حقيقي دون أن تكون لجهة معينة، وشارك فيها كل العراقيين، وقدم فيها أيضا أبناء الجنوب الكثير من الشهداء على اسم العراق وليس على اسم المذهب ولا على اسم المحافظة ولا على اسم المنطقة. ولذلك فهذا الوعي الكبير بإذن الله سيتحقق يوما بعد يوم ويزداد أكثر تجاه كل هذه المؤامرات التي تحاول إغراق العراق في مستنقع الفساد والمخدرات وتدمير. شكرا جزيلا دكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. وشكرا جزيلا دكتور هلال الدنيمي، الأكاديمي والباحث السياسي العراقي. وشكرا جزيلا دكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي، ضيفي في الاستوديو. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى اللقاء.